يعني بدك تسافر؟ تركي ام حسام تركي، لا توقفي بوش الولد من هلا. مستقبله هاد، مستقبله، نحن ما دخلنا. وإذا حابب يسافر شو المانع؟ سافر شو عليه؟ كمان الدراسة بأوروبا مو قليلة منو، فيها مجالات أوسع من عنا بكتير. إيه حسام؟ إيه بابا؟ أنا من رأيي إنك تقدم على البعثة فوراً، بس ما قلت لي شو بدك تدرس بأوروبا؟ رقص. نعم؟ شو هاد؟ رقص بابا، رقص. بدك تسافر لأوروبا لتدرس رقص؟ إيه بابا، شبك ليش مستغرب؟ ليش لأستغرب؟ ماني مستغرب بابا، أنا مسعوق. يخرب ديارك أنت التاني، بدك تدرس رقص؟ ليش الرقص والخلوة عم يندرسوا؟ طبعاً ماما، هذا اختصاص مثله مثل أي اختصاص تاني، وعم بياخدوا فيه شهادات عالمية ودكتورة كمان. إيه؟ وشو بدك تطلع بعد ما تتخرج؟ رقص ولا دبيك؟ لا، وإذا مثلاً أبو راتب السمان، أبو راتب سألني شو طلع ابنك يدرس بأوروبا؟ شو بدي أقول له؟ عم يدرس رقص؟ عم يدرس خلوع وهز خصر؟ لك شو بدي أقول للناس؟ شو بدي أقول لهم؟ إيه ابني، الله يرضى عليك، بلا مزح سئيل هلا ولا إلك غير هالشغلة. وليش هيك عم تحكوا معي؟ ليش هيك عم نحكي معك؟ عدم المؤاخذة عفواً. فعلاً هذا ما بينعطى وش أبداً. لك يخرب بيتك وبيت بيتك، تاري مو خرج الواحد أبداً يتركك على كيفك. لك عم نقول لك يا روحي يا عيني، اختار الفرع يلي بتحبه والاختصاص اللي بيناسبك وشوف شو رغبتك وسجل، وإذا بدك تسافر سافر ما في مانع، بس مو تدرس رقص. يرقصوا على أبرك إلهي ويدبكوا. يا بابا الرقص اختصاص مثله مثل أي اختصاص تاني. بس ولا بس بالعلاج فاضي، وجعت لي راسي. فعلا في ناس ما بتلبق لها الحرية منوب ولا بشكل من الأشكال. على كل حال بسيطة، أنا اللي بدي سجلك بالجامعة، أنا بإيدي. طيب شو بدك تسجلني؟ أنت ما دخلك منوب، هص على نصتك. أنا رح أشوف الفرع اللي ماشي سوقه أكتر من غيره وسجلك فيه. الرقص قال، هذا اللي كان ناقصنا. ترقص الدبب على بطنك إن شاء الله. إيه أستاذ مأمون، باعتبارك محامي وخريج حقوق، شو رأيك نسجله لحسام؟ نسجله حقوق؟ شوف، هي صحيح كلية الحقوق كلية عريقة واسمها لامع وكل رجالات سوريا والسياسيين الكبار تخرجوا منها، إيه بس هلا كل شيء تغير. يعني شو بده يشتغل بشهادة الحقوق؟ ها؟ محامي؟ يا أخي المحاماة صايرة صعبة كتير بالأيام، والمحامي جديد صعب يمشي، والقضايا عم تفوت على قصر العدلي وما عم تطلع. بعدين الشغلة بدها علاقات واسعة وصيت واسم لامع ومكتب بنص البلد وخبرة وسماسرة لحتى يجيبوا له القضايا. واخر طب الكيل عم يتهموا المحامي بالاحتيال واللوفكه والمواعيد الكاذبه والبلع. يعني المحامي صاير وش مقابحه مع الناس. طيب اذا قلنا ما رح يشتغل محامي وبده يتوظف بالشهاده، اي وظيفه؟ ومعلومك الوظيفه بدها مسابقه، وهات يتعين وهات ما يتعين. ولنفرض انه تعين، شو رح يطلع منه؟ رح يتوظف ب 4000 ليره بالشهر. طيب وإذا كان حظه قوي ومعدله عالي وتعين قاضي، لا تنسى إنه عنده خدمة برات الشام، مدري كم سنة، بعدين بده يستأجر بيت ويتغرب ويتشنطط، وما رح يصمد لا حق سيارة ولا حق حمارة، بده يروح على شغله بالميكرو ويرجع بالسيرفيس، يعني وجاهة على الفاضي على قوس المحكمة وتعتير وبهدلة بالشوارع. إيه بقى لشو هالتعب كله؟ أنا من جهتي ما بنصحه بالحقوق أبداً، خليه يدور على اختصاص ثاني. اسمع من الدان، عنا الصيدلي عبارة عن بياع أدوية وشامبو ومعجين أسنان، يعني بيحفظ أسماء هالأدوية وانتهت القصة. باختصار إذا ابنك جاي على باله يصير صيدلي فليش لحتى يدرس ويعذب حاله؟ خليه يتعلمها تعليم مثل ما كل هالناس عم تساوي. يعني ثلاث أرباع صيادلة البلد ما معهم شهادات صيدلي، وهي أنا قدامك. ليش أنت مو دارسة صيدلي؟ لا أسيدي، الشهادة باسم جوزي والصيدلية كمان باسم جوزي، وأنا بسن زمان تعلمت لك المصلحة وصرت أشطر منه، وهلأ جوزي ترك لي الصيدلية إلي وراح هو يشتغل بالتعهدات. أيوة. طيب ما بتنصحي ابني يدرس صيدلي؟ هي بصراحة المصلحة حلوة وناعمة وفيها قرش نظيف، وخصوصي إذا اشتغل بالتهريب وبيع الأدوية المهربة، لأنه الناس مثل ما بتعرف بتوثق بالدواء الأجنبي كتير. بقى إذا حابب ابنك هالشغلة اسمع مني وبلا ما يضيع 5 سنين من عمره بالجامعة وزدته بالسوق من هلأ، وأنا مستعدة شغله وعندي بدوام مسائي. بقى فكر ورد لي خبر ابو حسام. ماشي الحال، شكرا.
فيه؟ بلا هندسه بلا مندسه. اسالني لي، لانه باختصار مهندسين العماره والمدني صاروا اكثر من الهم على القلب. بعدين تعال لك ابو حسام، وين البناء والعمار؟ اطلع حواليك، كل شيء جامد بالبلد، لا حدا عم يعمر ولا حدا عم يبني، واللي قدران يعمر له بلوكي فوق بلوكي ما بده مهندس، والمشاريع الكبيره الى ناسا. اما اذا كان ابنك حابب يشتغل بهالشغله، خليه يشتغل بالتعهدات، اربح له وافيد له. ليش ليدرس ويجي على راسه ما بده اياها؟ اسمع مني. طيب وهندسه الميكانيك والكهرباء شو رايك فيها؟ على اضرب. اسالني ليش؟ لانه اول شيء دراستها صعبه كثير، لا وفي ناس بتفوت على الكليه وما بتطلع من صعوبه دراستها، وثاني شيء ما لها شغل حر، يعني اخرتها موظف بهالدوله. قول المهندس المدني او العماره بامكانه يفتح له شيء مكتب ويسترزق له شوي، اما مهندس الميكانيك والكهرباء ايه شو بده يفتح؟ يفتح ورشه. ورشه شو يا ابو حسام؟ انت ان شاء الله بفتكر انه المهندس وقت اللي بيتخرج بيعرف يفك برغي؟ كلها دراسه نظريه، لا بتسمن ولا بتغني عن جوع. وفرضا نوى يفتح له ورشه ويجيب عمال تشغيل تحت ايده، قديش فكرك بده راس مال؟ بده بلاوي زرقاء، بقى ما بده شغله الهندسه. واسمع من هالدقن، سألني إلي عمو أبو حسام، هاي أنا خريجة علوم طبيعية، دخلك شو طلع مني يعني؟ يا سيدي بمئة ألف زور وبمئة ألف واسطة لحتى قدرت أحصل على الوظيفة اللي أنت شايفها. صدقني صدقني لو ما كان معي شهادة كنت رح أتوظف بنفس الراتب تقريبا. ابقى لشو الدراسة ووجع القلب دخيلك؟ بعدين دراسة العلوم صعبة، لا تفكرها سهلة. على خدوا شرحوا لي هالجرادة وصوروا لي هالصرصور وطالعوا كلية هالأرنب، يي وصوروا لي هالخنفسة، يعني شي بيطالع الروح وبيموت النفس. عمو يعني هو حابب يدرس علوم؟ الحقيقة هو محتار شو بده يدرس، ونحن محتارين معه كمان. ايه ما بده شي الشغلة، شوف المعدلات شو بيطلع له كلية، يغمض عيونه ويسجل. لا من جهة العلامات علاماته عالية، بيطلع له كل شي. اها مشان هيك محتارين. على كل حال أنا ما بعرف، من جهتي ما بنصحه بالعلوم، افضل علي التجارة. لك أنو تجارة هي؟ اسألني إلي، يعني ما شاء الله شو في عنا تجارة ناشطة وشركات كبيرة بدها مديرين أعمال، يعني قد ما طلع ونزل بدراسة التجارة آخرته محاسب، أرقام وحسابات وجع راس، بقى ما بده إياها أبداً، لا إله غير فرع. اسمع مني. حبيبي الصحافة مهنة المتاعب، مهنة الفضايح، مهنة وجع الراس. بعدين نحن ما عنا صحافة بالمعنى الكامل بالبلد، كلهم كم جريدة سياسية وكم جريدة رياضية وجريدة إعلانات، وكل جريدة من هالجرايد ثلاثة فيها ألف صحفي. بعدين دخيلك اللي عنده موهبة بالكتابة بيصير صحفي بدون ما يدرس. أصلاً ثلاث أرباع الصحفيين المشهورين ما معهم شهادات صحافة. خريج الآداب عم يشتغل بالصحافة، خريج الحقوق شرحه، لك حتى خريجين الهندسه والطب والعلوم ما وفروها. بقى ليش ليحصر حاله بهالمجال الضيق؟ خليه يدرس اي فرع ادبي ثاني ويشتغل بالصحافه بنفس الوقت، شو اللي بيمنع؟ بقى اسمع مني، ما بده اياها دراسه الصحافه، دور له على غير كليه بيكون احسن. تاريخ، جغرافيا، فلسفه، كله بينفذ على بعضه. اسالني ليش؟ ليش؟ لانه اخرته استاذ مدرسه. يعني مو منيح؟ ما قلنا هيك، بالعكس التدريس مهنة عظيمة كتير، بس ما في مين يقدرها، والطلاب صايرين غلاظ وما حدا عم يجي على المدرسة مشان يتعلم. الله وكيلك، صار لي 20 سنة عم درس، قضيتهم بين الطلاب وريحة الطباشير، فنيت عمري فني. وشو كانت النتيجة؟ لا جزاء ولا شكورة، زتوني بالشارع مثل الخرقة. يعني تركت التدريس حضرتك؟ مو أنا اللي تركت، هن طالعوني. هذا يا سيدي يتغلظ علي بالدرس ابن واحد مهم، ام طالعته برات الصف وبهدلته قدام باقي التلاميذ، قاموا طالعوني من سلك التدريس كله وبهدلوني قدام الأساتذة. بقى شو بدك بهالشغلة؟ بتوجع الراس، التدريس بهالأيام وجع راس. ما بدك الشغلة، ما بدك يا منو. معهد رياضي، ايش هو ناقصنا نطوطه يا استاذ؟ بعدين شو مستقبل الاستاذ رياضه؟ يعني كله بده يرجع للتدريس ووجع قلب والتزام. لا عمي دورنا على غير شغله. طيب شو رايك ببقيه المعاهد؟ المعاهد كلها عجقه وقله واجب،
في نوع من المعاهد ملتزمة فيهم الدولة، وهدول الطالب فيها بيطلعوا الوظيفة إجباري، بس وين بيوصفوه؟ الله أعلم. بعدين في معاهد ما ملتزمة فيها الدولة، يعني بيطلع الطالب من هون على الشارع رأساً، لا شغلة ولا عملة، وهدول النوعين ما بدك ياهم بنوب. بعدين تعال قال لك، واحد بيصح له يسجل ابنه بالجامعة، بيسجله بمعهد، الله يصلحك. شو صار معك أبو حسام؟ رح يروح وقت التسجيل على الولد ها؟ شو بده يصير يعني؟ ما صار شيء، ما بدنا نسأل ونستفسر بالأول؟ اللي حد هلأ ما خلصت أسئلة واستفسارات؟ والله شي بيحير يا أم حسام، والله شي بيحير. خدي امسكي الدفتر. شو هاد؟ شو رح تعمل؟ بدي أحكي كلمتين مع حسام. حسام؟ نعم بابا. أنا من رأيي إنك تقدم وراءك على بعثة الرقص. عن جد بابا؟ بابا شو اللي غير رأيك؟ يلي غيره إنه هذا الاختصاص الوحيد يلي ما انمعطت البلد فيه لسه.